اثنين كراميل مكياتو ميديم حار. حار؟ واحد بريز ليمون نعناع. بريز ليمون نعناع حجم؟ ميديم. لا شكرا. هذا المشروب اللي اخذته بريز ليمون نعناع، وتدون تقولوا له اضافات، انا ضفت فراوله وليتني ما ضفت، حسيت لون اول كان احلى. المهم ما مسيت عليكم ما سلمت عليكم، مساء الخير عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب. اليوم باذن الله رايحين رحله بحريه، فرايحين نشتري اشياء كذا لطيفه ولذيذه لرحلتنا، فطورات سناكات اشياء كذا للطريق، يعني تجهيزات رحله بحريه. يلا توكلنا على الله. طعم مره منعش لذيذ جدا حلو، مره لذيذ صراحه، اكرر اكثر مره جدا حلو. اكيد اذا بنروح منتجع او بنروح اي شاليه او اي مكان تجهيزاتنا من دانوبلي، ما ادري يمكن عشان مخبوزات عندهم حلوه اشياءهم لذيذه، بحاول كذا جوله ما اظن اسوي لكم، ما في وقت مره، بس بوريكم اشياءنا اللي بناخذها على السريع. جهه الكب كيك اللي دائما ناخذ منه، ترى مره لذيذ الفطورات هذا، بس ليش قليل ما في الا هذا بس. نسوق باقي بس خل اوريكم مبدئيا الاغراض اللي اخذناها. شوفوا الاغراض تلاحظونها تليق فطور اكثر، احنا ماخذين الفطورات بس، بناخذ شيبسات وشوكليت وكذا خلاص. خلصنا، اشوفكم بكره ان شاء الله اذا كنا رايحين، غالبا بنروح يعني بنطلع من البيت من 11 ل 12 وبس، اشوفكم بعدين ان شاء الله. الحين احنا اليوم الثاني الصباح الساعه كذا 10:30، قربت تجي 10:30، المفروض نتحرك الساعه 11 تماما، جالسين ننتظر وهذا قشنا، وبس اشوفكم بعدين اذا وصلنا ان شاء الله. أعزائنا المسافرون، بعد قليل وصلنا خلاص، بس جالسين نسجل دخول وبعد كذا نريح. خلوني بس اخذ فيكم جولة قبل ما نحوس الغرفة، تكرمون هنا دورة المياه وهنا الكورنر كوفي، هذا قشنا حطيناه، هنا التسريحة والتلفزيون وهنا الأسرة، هذا مكان اللي بسنا تاكلوا فيه تروقون فيه. خليكم الإطلالة، بسم الله، هنا مكان تقدرون تفطرون فيه هناك الجلسات، وهنا تقدرون توصلون لبرا لغاية وجهة المسابح، بس الحين خلنا نروق بعد كذا أكملكم الجولة إن شاء الله. أظن عرفتوا الخطة، الحين غالبا راح أخذ شاور وأخذ قيلولة لين كذا أصحصح من جد، ما نمت أمس، يعتبرني ما نمت. وصل الغداء، طلبنا الغداء يجي على الغرفة، أخذنا دجاج بالكاري، عندهم أكل هندي وعندهم مشاوي وعندهم أكل إيطالي، بس جي على بالنا كاري بالهندي، دجاج بالكاري، كاري بالهندي، دجاج بالكاري، وأخذنا مشاوي، جاء كذا على بالي مشاوي، مشاوي هم تشوي. المشاوي جويها بطاطس وهذا جويها رز، فغالبا الحين راح نتغدى. اليوم الأول راح ألبس اللبس هذا، ترى باقي فيه شوية شمس، حنا جينا كذا على الساعة 2، أول ما سجلنا دخول كذا كانت الساعة 2، فغالبا راح نحضر الغروب نطلع كذا نتشمس شوية. شوفوا هذا الفستان أخذته معكم من شين إذا تذكرونه، مرة كيوت وحلو وجدا مريح في اللبس. راح البس مع النظارات هذه، النظارات هذه اخذتها من ستايلي، مره حلوه، وطبعا
والفستان نفس ما قلت لكم من شيئين لدى الخصم AR زهرة راح يخصم لكم 15%. لو ترجعون مرة نزلت فيديو مشتريات البحر راح تلاقون كل الفساتين اللي راح غالبا ألبسها اليوم، وراح أستخدم مرطب بس ترطيب شفايف، وراح أستخدم فرشة حواجب. خلاص العطر للأسف يا بنات، جهز شنطة فيها عطور كثيرة وبدي مست كثير وكريمات ما أخذت منها ولا شيء، نسيتها غالبا بالغلط. المهم هذا الفستان الأول ويلا نبدأ يومنا. تستغرب بس يسا 어떤 경우에도 أهلين بنات، ما أدري لكم صباح الخير، مو صباح الخير بس تونا صاحيين من النوم. أحس ساعة يمكن كذا 8:30 بعد صلاة العشاء، بسوي قهوة عربي ونروح البحر. إحنا عندنا هنا مشروبات باردة وأشياء كذا منعشة، بس ما أدري فضلنا قهوة عربي. يلا جهزت القهوة، ما باخذ كيس او شيء، ترى البحر جنبنا على طول، اطلع من الباب هذا والقاه يعني يدوب بس الممر. شوف بس تطلعوا من الغرفة بعد كذا في نفس الممر على طول يطلعكم على الجلسات العائلية وعلى البحر. الحين باخذ فيكم جولة ان شاء الله. شوفوا هنا، هنا المسابح. اليوم العصر كانت الدنيا ازعاج، واحنا ناخذ لنا قيلولة، كانت الدنيا مرة مزعجة، بس الحين اغلب الناس ناموا. هنا الجلسات هناك، من هنا هنا تقدرون تطلعون على طول على البحر، ومن او المسبح، ومن هنا تقدرون من الباب الرئيسي تطلعون. خل اوريكم الحين، شوفوا هناك البحر بس شوية ظلام وباين. شوفوا هنا تكمل الشاليهات، وهنا بس الجو هنا مرة حلو، حتى في المدينة تحسن في حار، بس هنا على البحر في مكان الشاليهات الجو مرة حلو. الصباح إن شاء الله أصور لكم الأجواء هذه كلها، تكون أوضح أكثر الصباح. الميزة الحلوة في المنتجعات إنه ممكن الساعة 8:30 أو 9 الليل، بس تحسونها كأنها الساعة 1 أو 2 الليل. كمية استرخاء عجيبة وهدوء، وناس كثير هادين، مكان يكون كذا استرخاء أكثر. تحتاجون مكان نفس كذا بين فترة وفترة يكون هادي واسترخاء أكثر. تدرون كم قعدنا هنا؟ حدود كذا مش أقل من 3 ساعات، كثير استرخينا. بس الحين بروح غرفتنا ونكمل يومنا. غالبا بنشوفنا مسلسل او موفي نايت، ما ادري. شوفوا المنتجع هذا اذا جيتوه في على جنب هنا، وفي لا هناك، يكون نفس فكرة الاوتيل، حنا حاجزين داخل في الاوتيل، احسه افضل يكون قريب من الخدمات اكثر. ترى باقي بدري، باقي الصباح، بس مبدئيا أنا شبعت نوم، قلت أجي أشرب قهوتي هنا. أمس موريتكم مو باين لكم صح مع الظلام وكذا، بس أتوقع باين لكم أكثر شو البحر هناك.
وهنا هذا أصغر مسبح أتوقع 3 سنوات وكذا. خلوني أوريكم هناك. هذا المكان اللي جلسنا فيه أمس الليل، ما أدري شايفين البطة اللي هناك، ما أدري بطة ولا وزة ما أدري، بس قاعد تسبح هناك شكلها يجنن. لو أدري كان جبت لها خبز، للأسف ما جبت شيء معايا، بس إن شاء الله كذا بعد نص ساعة ساعة يصحصحون البنات ونجي نفطر هنا ونجيب لها خبز ويانا إذا قعدت. الجو صاير يجنن، أحس الحر بس داخل البيوت، أحس الحر داخل المدينة، بس لما تجون كذا منتجعات رايقة هادية أحس الجو فيها يجنن. المهم بشرب قهوتي واستمتع بالمكان الهادي وأرجع لكم بعدين وقت الفطور إن شاء الله. اليوم صباح اليوم الثاني، راح ألبس الفستان هذا. ترى يا بنات المنتجع اللي إحنا ماخذينه في قسم يكون شاطئ نسائي كامل، نسائي 100%، حتى الموظفات اللي فيه نسائي، ممنوع دخول حتى الطفل اللي عمره فوق أتوقع 8 سنوات شيء زي كذا. فراح ألبس فستاني ونبدأ يومنا إن شاء الله. الفستان هذا ما أدري تذكرونه ولا لا، أخذته من شيئين، إيه تذكرون مشتريات اللي أخذتها أول للبحر. يلا الحين راجعين غرفتنا، غالبا راح نطلب غدا. زي ما قلت لكم المطعم موجود برا، بس إنه نفضل ناكل في غرفتنا. راح نطلب غدانا نتغدى وارجع لكم بعدين ان شاء الله. توي وصل الغدا، اوريكم شخصنا. هنا 2 كلوب ساندويتش، ترى الواحدة منها تعادل برجر كاملة، مرة ثقيلة، اكثر من مرة نجي وهذا يكون من طلباتنا الاساسية. بس والله نتغدى ونرجع لكم. بنجلس كذا نشرب شيء بارد. أهلين بنات، الحين قررنا انه بنروح نحضر الغروب. شوفوا احنا من اللحظات اللي كثير نقعد فيها على الشاطئ العام لحظات شروق الصباح والغروب في الليل، كثير يعني قبل المغرب كثير نحب اللحظات هذه. الشاطئ النسائي لا، هو مفتوح له وقت معين، مو طول اليوم مفتوح، غالبا يكون والله مش متأكدة من 8 ل 10. للأسف أمس ما صورت لكم، نفس ما قلت لكم ممنوع دخول الأولاد، الأولاد الأطفال يعني اللي من 8 أتوقع كانوا من 8 سنوات وفوق. حتى الجوالات ممنوعة، حتى لو أي جوال ممنوع نهائي، من أول ما تدخلين توقعين على إقرار ويسحبون جوالاتك وما يمديني أصوركم أبدا. المهم الحين بلبس الفستان هذا بعد من شئن، والنظارة هذه من ستايلي وشكلهم مرة مريحين ويصلحون للبحر. ويلا نجهز مع بعض. وطبعا اللي حللتهم في السفرة هذه المنتج هذا من بنفيت للحواجب، ماسكة حواجب والمرطب شفايف والعطر هذا رين دروبز. بنات انصحكم في هذا بديل عن عطر شانيل، كان عندي اول يجنن ريحته مرة حلوة. اخذته معاكم من ستايلي، بس زي ما قلت لكم للأسف نسيت شنطة اللي فيها العطورات الكريمات، هذا له مجموعة كاملة بس ما جبت له هذا، حتى غطاء ما جبته، كان في شنطتي بالغلط بعد يعني مش بقادر اجيبه. وبس قلنا بنتمشى. هناك اللي اوريتكم اياه القوارب اللي اجرونها، بس قلنا بنمشي نستكشف المكان ما دام الدنيا هدت صار ليل. وصلنا هنا، طلع هنا نفس هناك ما في فرق، بس دائما الواحد يحس هناك احلى.
ترى نفس الشيء، بالعكس مكاننا هناك أحسن. رجعنا لمكاننا. أهلين بنات، الحين بنطلع البحر. زي ما انتم عارفين انه في الليل كذا على الساعة 9:30 10 نروح البحر، نجلس فيه لين الساعة 12 او 1. جهزنا لنا اشياء لطيفة وطلبنا بيتزا نفس السناك، هلا اوريكم اياها. بيتزا بالدجاج وبس، بكمل اسوي الشاهي ونطلع برا. Oh, that's ripe. That's got to be embarrassing. Dad! Hadi yatalım. Yarın görüşmeye gideceğim bunu. Hadi yat bakalım. Geç oldu. Gözünü de çıkaralım. Benden kaçış yok. Bir türlü anlatamadım sana. Paramı çalıp geberip gitti. O zaman sen ödeyeceksin borcu. صباح الخير عليكم، هذا صباح اليوم الثالث والأخير للأسف. الحين بنروح الشاطئ المسائي، بس ما أدري يمكن نفطر قبلها. المهم هذا الفستان بلبسه، ترى مرة حلو ومريح، أخذته معكم من شيئين. راح أحاول أحط لكم رابط فساتين البحر اللي شريتها من شيئين تحت في صندوق الوصف، وأخذت النظارة هذه من ستايلي. بعد بحاول أحط لكم الرابط حقهم، رابط الفيديوين، لأنه سفرة البحر هذه ملابسي برعاية ستايلي وشيئين. لو عجبتكم راح أحط لكم الروابط، ويلا نبدأ يومنا. خلاص جهز فطورنا اللطيف، خلي ابدأ لكم بالاطباق. هنا كب كيك او مافن، هنا الاجبان، هنا صينية كاملة اجبان، زيتون، خيار، هنا المربى والزعتر، هنا بعد اجبان وطماطم، كرسون، كوكيز، النعناع والشاي حقنا، ومويتنا في الغلاية جاهزة، والجو يجنن. الشاهي هنا نبدأ فطورنا. بحكي عنك يا حبيبي، لا حبيبي لا نزعت المي. بحكي عنك يا حبيبي، لا الحي. بحكي عنك يا حبيبي، لا نزعت المي. We'll be right back.
빈방도 보고 천장도 보고 앞사람도 보고 옆사람도 봤거든? 그리고 얘기도 못해? 먹는 것만 보면 불러. 아니 엄마 왜 손목에 밴드 감고 있어? 파스 손목 아파서 컴퓨터로 원고 하듯. 피자도 시켜. 자기 고르곤졸라 피자 좋아하지? 양 많을 것 같은데. رايحين بس الناس ما شاء الله كل شاليه فيه حاطين كذا سماعات وحاطين ميوزك. كل شاليه لهم أجواء معينة بس الجو هنا مرة حلو. وميزة الشاليه هذا أنه عائلات بس ما في أفراد. شوف الأماكن هذه في الصباح وفي العصر تكون مرة مزدحمة مليانة ناس. هذا المسبح للصغار يعني له مقاس معين وهذا للكبار مقسوم قسمين بعد عمق أكثر وعمق وسط. هنا المطعم لو حابين تاكلون بس حنا لا نطلب على غرفتنا. والمكان ترى جدا آمن. الأمن في كل مكان. في حال مثلا جاء طفل حب ياخذ شاور أو يتسبح بالحالة بدون أهله ممنوع. لازم يكون مع أحد كبير فبتحسوا في الأمان في المكان. حتى لو طلعتوا الساعة 4 الفجر 3 الفجر المكان جدا آمن. أهلين بنات اليوم بإذن الله راح نسجل خروج عفوا. غالبا أني ما بيروح مدام يقول أسجل دخول. المهم أن اليوم بسجل خروج إن شاء الله راح ألبس الفستان هذا لأنه بنسجل خروج بس ما بنروح البيت. بنروح نتمشى في الدمام نتسوق على السريع في كم شغلة كذا ناقصتنا بعد كذا بنروح الحسن إن شاء الله. يعني اليوم هذا كله الرابع راح نقضيه في الدمام. شوفوا زي ما عرفتوا المنتجات اللي بس منتجين اللي قاعدة استخدمهم مع سيروم الشعر اخذتهم فوق الكلوزيت بس تكرموا بدورة المياه. هذا الفستان من شيئين مرة حلو مرة مريح اني اكمل يوم كامل فيه. وقماش نفس ما شايفين ناعم كده وهادي. في الله نسجل خروج ونبدأ يومنا الجديد في الدمام ان شاء الله. هلو اليوم اليوم الاخير راح نسجل خروج. أحس ساعة كده يمكن قربت على 3 العصر نسجل خروج ونروح الدمام. ظهر مول كده تمشى نخلص أغراض خفيفة. يلا توكلنا على الله. Everything I needed. But then I met her. You know, please, I have a goldfish. There's something inside you, guy. I want something inside you. Thank you.
بنات رجعت لكم مرة ثانية. زي ما شفتوا الحمد لله وصلنا بيتنا بالسلامة. اليوم يعتبر اليوم أمس كان رابع، اليوم الخامس. إيه اليوم الخامس. أمس رجعت ما قدرت أختم معكم الفيديو، كنت مرة تعبانة مرهقة. التعب الحلو اللي جاي من سفرة من بيتكم سريركم، أحس إني بجلس كده بس في البيت استرخاء ورواق. خلي أقول لكم إيش راح أفطر عليه الحين. تذكرون يوم رحنا الظهرمول شريت الماكرون هذا، مرة لذيذ وكثير أحبه. اللي راح بول صراحة يجربه، مرة لذيذ وخفيف للفطورات، يعني حبة حبتين مع بريكفاست طلع مرة لذيذ. ويلا خلونا نتفطر مع بعض، وغالبا راح أختم معكم هنا. إن شاء الله يا ربي استمتعتوا بسفرتنا. ما أدري يمكن سفرتنا حسيتوها مخربطة، بس فعليا إحنا تخربطنا. صار يدخل الصباح على الليل، كل شوي نطلع كل شوي ننام كل شوي نتفرج مسلسل أو موفي نايت. كانوا تعرفون سافرات إلا عمل ولا شيء، بس كذا إنه نجلس على البحر نرجع ناكل ننام نصحى نطلع مسلسل. من جد فصلة كثير حلوة، يعني الحمد لله أنا ممتنة إنه كفانا أنفسنا نهاية الإجازة بسفرة زي كذا. بعدنا عن المدن، التسوق، التعب، كان كذا فصلة واسترخاء. أنصحكم حتى لو يوم لو 6 ساعات روحوا أفصلوا في أي مكان استرخوا. إن شاء الله يا ربي فكرة الفيديو تكون عجبتكم وانبسطتوا فيها. أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. مع السلامة.